اسمعني يا ونيس، هذه قالت له ما اسكت عاد، هذه بالرسمي كاو بالضحك، هذه ملا كل مره وطلع طلع طلع لنا بطلعه، هو كل جمعه محضر لنا نكته، مره 500 كيلومتر طول السواحل التونسيه، ومره هذه قال لك عاصمه تركيا هي اسطنبول، ما استغربش مره جايه يقول لهم عاصمه تونس الدوحه والمرزوقي هو رئيس غانا. وحدك يا ونيس، انت 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 احسن وزير خارجيه في التاريخ، مش كيما رفيق. لا رفيق يغلط برشا. شو عاصمه تركيا اسطنبول؟ كيما يقول المثل اللي قال وقتها ابن واوى في قهوه قحا، قال المثل اللي يقول لوز وزيتون وفول، فاصبحت عاصمه تركيا اسطنبول. انا باش نطلب الجبالي هاتون تفاهم معاه. ايوه كوع كوع كوعين بوع بوع اخر كوع. ايوه الو، اهلا وسهلا، شو امورك يا خليفه؟ لاباس يا جبالي؟ صفا والله بكل ديموغرافية الشعب الحمد لله صفا، وكسبة اتصلت بي في هذا الوقت المبكر والحمد لله. شنو اش قلت لي في هذا الوقت المبكر؟ انا جاني نوم البارحه، شنو هي الطلعه اللي طلع بها سي 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 سي, سي رفيق على السلامه، سي سي وش لك اللي كتبها في 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 فيسبوك؟ قال لهم عندي كونغري في عاصمه تركيا اسطنبول. شنو ولا اسطنبول عاصمه تركيا؟ تو هذه غلطه يغلطها بعد غلط السواحل. هو والله يا أخ سبسي سأجيبك بكل ديموغرافية الشعب، صحيح اللي هو قال إسطنبول عاصمة تركيا، لكن كي ترجع للتاريخ تلقى إسطنبول هي عاصمة الخلافة الإسلامية، إذن بكل ديموغرافية الشعب الكلام اللي قاله سرافيق ما هوش غلط. يا وديزي يا جبالي، شو قال لي اسطنبول؟ يا ودي تركيا عاصمتها أنقرة، شو وزير خارجية معلش؟ اسمعني، هاو بحثايا وزير خارجية متقاعد، اش قولك انا ببيع وشرية وحطه هو في بلاصة رفيق؟ هاتوا نعدولك، هاو معك، ايجا ونايس، ايجا ذول، ياو دبرت لك خديمة، ايجا، مادامك ما زلت في مقتبل العمر كيفي انا، ايجا ودبرت لك ببيع به، ايجا احكي مع عمك حمادي. الو سي حمادي، انا كالونيس اريد ان اقول لك من هذه الحكايه الميتافيزيقيه، وان اسطنبول هي عاصمه ديموغرافيه، وكذلك بعربله الضوضاء جاءت اسطنبول، واسطنبول في الاصل في التاريخ هي كلمه قديمه. كيف كونت هذه الكلمه؟ يعني التلميذ قال لاستاذته انستي هل ممكن اني نمشي من اسطنبول واعود؟ فقالت له من هنا جاءت هذه الكلمه الميتافيزيقيه. وذلك والله بالله لحظه يا ونيس، لحظة رجالي الأخ الباجي قايدة سبسي من فضلك. هاي سي جبالي، اش قولك فيه؟ اش قولك فيه كي جنقل لونيس؟ يا ودي أحسن وزير خارجية قلت كذا ينجم يكون، شبيك راهو ونيس يعملوا بدايس، اش قولك فيه؟ خذوا ونحي رفيق وحطوا في بلاصته. هو والله يا باجي في بداية الحديث أريد أن أقول لك أنه هذا ليس وزير خارجية، بالعكس هذا شعر لونيس، هذا أرجوك أعطيه 2000 دينار من باب مال المسلمين ودعه ينصرف، هو مقبل عيد. موش باهي ونيس، ونيس كتب عليه المتنبي في الكتاب نتاعه، ذهبت أجري ونيس حتى لين ولا لك دايس. خلي مالها رفيق بوشلاكة كل نهار غلطة موش فاهم لا كوعو لا بوعو. هو والله يا أخ سبسي بكل ديموغرافية الشعب، هذه حكاية اسطنبول عاصمة تركيا ما فماش منها، هذه مؤامرة قام بها الحدثيين كذلك جماعة اليسار، وأنا أحمل حمل همامي المسؤولية لأنه هو سبب في حكاية اسطنبول. اشنو هذه محمد همامي زاد اللي هو وحكايه 500 كيلومتر اشكون غلط فيها؟ هاي تسال هذه حكايه السواحل التونسيه في التحذير كانوا يقريوا لها فيها هذه. هو والله فيما يخص 500 كيلومتر هذه حكايه، هذه حسابات العهد البايت ما نجمش نجاوبك بالضبط عليها الان، لكن والحمد لله ها باش نبعثوا المرزوقي يعاود يحسب لنا ويقيس لنا الشواطئ من جديد، لانه من صلاحياته قيس الاراضي. بالله المرزوقي باش باش يقيسها من صلاحياته هكا، هو هذه هي كما قال ابن بثينة العام فك الانشوده نتاعو، قال جاء حبا في القصورات يا اخي رصات ويقيس البحورات. هاي مع السلامه. هاي يا ونيس تو نشوف لك جمعيه به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أريد أن أهدي أغنية علمني للسيد حمادي جبالي، فماشي ما يعلمني عواصم الدول، فماشي ما نتعلمها كل عباد تختار، إذن أغنية علمني علمني.